السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو سوف أقوم بالإجابة على الكثير من الأسئلة التي طرحت منذ الأمس حول المقايضات التي سوف تكون قادمة بعد المقايضة التي سوف تكون معنا بإذن الله يوم الغد أصدقاء، يعني في الليل سوف تكون المقايضة الأسطورية التي الكل ينتظرها. لذلك يا شباب قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وخلونا ننطلق يا أساطير. كما تعلمون يا شباب فبالليل سوف تنزل المقايضة يا شباب، مقايضة 96 و 97. كما نصحتكم من قبل ألا تعملوا هذه المقايضة لأنها يعني بالمجمل فهي خسارة كبيرة يا أصدقاء، حتى لو بشراء اللاعبين حتى لو باللاعبين الذين اشتريتهم، فلا أنصحك يا صديقي أن تعمل هذه المقايضة. خلونا فقط نتأكد من أسعار اللاعبين، خصوصا الأسعار اللاعبين 95، كذلك أسعار اللاعبين 96 و 97 لأن كنا قد رجعناهم بالأمس. وخلونا فقط نتأكد يا أصدقاء الآن، لو دخلنا لبطاقة بيلينغهام فسوف تجد أن أعلى سعر الخاص بها هو 40 مليون. بالتأكيد كل البطاقات 95 أقصى سعر يمكن أن تصل إليها البطاقة هو 45 مليون، لكن يعني في حالة كان أقل سعر 40 مليون فأنصحكم يا أصدقاء أن تبيعوا البطاقات، يعني لأن المقايضة القادمة سوف تكون مقايضة أسطورية، كذلك مقايضة رخيصة يا أصدقاء، بالتالي سوف نحصل على كمية كبيرة من اللاعبين. لذلك هذه هي البطاقة الخاصة ببيلينغهام. ننتقل لبطاقة هالاند يا أصدقاء. كما تلاحظون بطاقة هالاند لا زالت رخيصة، فتخيلوا معي أصدقاء فهذه البطاقة يعني كنت حصلت عليها مجانا من المقايضات. لازلت لحد الساعة لم أبيع هذه البطاقة، يعني كان أعتقد أن سعرها حوالي 39 مليون وكان عليه 999، فلم أفضل أن أبيعها، انتظرت خط حتى يرتفع سعرها، والآن أصبح سعره 40 مليون بالتالي يعني فاخون، يعني 40 مليون كاملة مجانا في هذه البطاقة، يعني من خلال عمل مقايضة حصلت عليه أصدقاء. بالنسبة لبطاقة رودري هذه البطاقة التي الكل ينتظر فيها، فلازلت لحد الساعة لم أبيع هذه البطاقة، سوف ننتظر حتى يصير سعرها بالتأكيد 40 مليون، فيعني حتى لو ظهر لي أن سعرها حوالي 36 مليون أو 37 مليون فسوف نستطيع بسهولة أن نقوم ببيعها. تخيلوا معي دخلت بالأمس لهذه البطاقة يعني في الليل أصدقاء حوالي الثانية ليلا يا شباب، تخيلوا وجدت أن هنالك في الطلبات يعني الزرقاء حوالي 200 نسخة، يعني فالأغلبية من اللاعبين يعني متخوفين من هذه المقايضة يا شباب، والله لا أعلم، وجدت 200 نسخة، الكل يحاول بيع هذه البطاقة، فبالتأكيد يعني غدا سوف تجد أن هنالك طلبات على هذه البطاقة، بالتالي سوف تصل على الأقل 38 مليون كما قلت لكم بالأمس. فلو كان سعرها 36 مليون، نفترض مثلا انك بعتها ب 36 مليون فسوف تكون كسبا فيها 3 مليون لان الضريبة سوف تخصم منك 3 ملايين، بالتالي سوف يتبقى لك 3 مليون من كل بطاقة، لكن بالمجمل غدا سوف يكون سعرها يعني بين 37 مليون وال 45 مليون، اي سعر اختاره وبيعه بهذه البطاقة يا صديقي. الان يا شباب سوف نتفقد هذه البطاقات الموجودة في المقايضة يا جماعة، فتتخيلوا معي بطاقة هالاند كانت بالامس ب 100 مليون يا شباب، لاحظوا السعر الخاص بها يا شباب، يعني انهيار كبير في هذه البطاقة يا شباب، خصوصا بطاقة 97 كذلك، يعني كان ميسي بحوالي 238 مليون الآن أصبح فقط ب 217. بطاقة رودري هذه البطاقة سوف تظهر للجميع يا شباب، هي وبطاقة بيلينغهام، بطاقة رونالدو، بطاقة جبروين، فيعني الأسعار أسعار رخيصة يعني لمن يرغب بشراء هؤلاء اللاعبين، ولا زالت هذه الأسعار سوف تنخفض بمجرد نزول المقايضة لأن الأغلبية سوف يحصل على هؤلاء اللاعبين، بالتالي سوف ينهار الأسعار. أعتقد أن بطاقة التوتشي سوف تصبح رخيصة جدا في المركز يا جماعة، لذلك من يعمل هذه المقايضة فسوف يبلع يا أصدقاء، ولو أن هنالك الكثير من اللاعبين يعني يحاولون لحد الساعة شراء بطاقة رودري من أجل أن يعملوا هذه المقايضة، فما علينا سوى استغلالها غدا يا أصدقاء ونقوم ببيع النسخ التي معنا. المهم هو أنه سوف نكون دائما في المكسب يا أصدقاء. الآن سوف نتحدث عن المقايضات التي سوف تكون قادمة معنا، فيعني لحد الساعة نزلت يعني صورة مسربة من بعض المسربين الموثوقين يا شباب معنا يا شباب في الأسبوع القادم، يعني بعد نزول المقايضة 96 و 97 مقايضات، يعني تقريبا حوالي 4 مقايضات، هذه المقايضات يمكن ان تتكرر كما يمكن ان لا تتكرر يا جماعه. فلو دخلنا للحد تبقت عليه فقط 10 ايام يا شباب، فبالتالي يمكن ان تكون هذه المقايضات يعني مرتين، بالتالي اذا نزلت المره الاولى يمكن ان تتجدد معنا. فبالنسبه لهذه المقايضات معنا، اول مقايضه يا اصدقاء هي المقايضه باوفر 88، فتقريبا كل هذه المقايضات ركزوا معي تحتاج لاعبين التوتي يا اصدقاء، ركزوا معي، كل هذه المقايضات ينبغي لك ان تشتري لاعبين التوتشي لكي تعمل هذه المقايضات، كذلك من اجل ان تتاجر بهم. وانصحكم يا شباب اذا كنت تمتلك الكوينز شراء اللاعبين الخاصين بالتوتشي اصدقاء. اول مقايضه كما قلت لكم يا اصدقاء باوفر 88، هذه المقايضه على الغالب يعني خلونا فقط ندخل من اجل تفقد المتطلبات الخاصه بها، خلونا نكتب اوفر 86 وكذلك 85 و87، فغالبا هذه هي المتطلبات الخاصه بالمقايضه الاولى، فسوف تجد ان سعر اللاعبين تقريبا حوالي 700 الف الى مليون ونصف يا
أصدقاء. فبالنسبة للمقايضة الأولى هي مقايضة بأوفر 88، سوف تتطلب منك لاعبين بأوفر على الأغلب 86 ويكونون من حدث التوتي أصدقاء. بالتالي هذه هي المقايضة الأولى، كذلك هذه المتطلبات، ما عليك سوى الدخول والحصول على هؤلاء اللاعبين. لكن يعني في المجمل أصدقاء فسوف تكون العوائد من هذه التجارة أو من هذه المقايضة يعني سوف تكون ضعيفة نوعا ما، ولا أنصحكم بها. فخلونا نركز على المقايضة الأسطورية، المقايضة لأوفر 93 و94. هذه المقايضة يعني الكل أصبح غني بها يا أصدقاء، لذلك خلونا نتحدث عن اللاعبين الخاصين بها يا جماعة. فبالتأكيد هذه المقايضة سوف تتطلب منك لاعبين بأوفر 90، لكن هؤلاء اللاعبين كذلك من حد الطوتي. فكل هؤلاء المقايضات سوف تحتاج منك أن تشتري لاعبين الطوتي. فلحد الساعة هذه الأسعار لم تنزل يا شباب، لأنه كما تعلمون الآن قد انتهت المقايضة السابقة الخاصة معنا، يعني المقايضة 93 و94، لذلك كل البطاقات أصبحت بسعر 5 ملايين، ما علينا سوى الانتظار حتى تصل هذه البطاقات ل 2 مليون و100 ألف، الذي هو أقل سعر يا شباب لكي نعمل هذه المقايضة. بالتالي هذه المقايضة سوف تكون آخر مقايضة معنا، بالتالي ففي الغالب سوف تكون أول مقايضة، إما المقايضة 88 أو المقايضة الأسطورية المقايضة 95، فكلاهما أحدهما سوف يكون الأول والثاني يا جماعة. خلونا ندخل من أجل أن نتفقد المتطلبات الخاصة بالمقايضة 95 يا شباب، لأن بالتأكيد سوف تكون معنا يا شباب. ما علينا سوى كتابة الأوفر 93 ونقوم بمراجعة النسخ التي معنا يا شباب. فأقل سعر يمكن أن تصل إليه هذه البطاقات وهو 8 ملايين و700 ألف. خلونا نتأكد من بطاقة باريلا. بطاقة باريلا يعني أصبحت النسخ تقيل منها بشكل كبير. ندخل للبطاقة الموالية، فأعتقد أن هنالك بطاقتين يمكنك أن تدرك نفسك وتقوم بشرائهما. معنا البطاقة الأولى هي بطاقة تقل الرئيس يا شباب بحوالي 8 ملايين و700 ألف. حاول أن تحصل على أكبر عدد من هذه البطاقة، لأننا والله سوف نكسب من خلالها ملايين كثيرة. كذلك بطاقة ورتز يا شباب، هذه البطاقة يعني كلا هذين البطاقتين فلازالت نسخ كثيرة منهم في الماركت، يمكنك أن تحصل على أكبر عدد من هؤلاء اللاعبين، لأن بالتأكيد المقايضة سوف تكون. المشكلة يا شباب هو أنه لا نعلم تراتبية هذه المقايضات، يعني من هي المقايضة الأولى ومن هي المقايضة الثانية. بالتالي إذا اشتريت هذه البطاقات بأقل سعر فلن تخسر فيها يا صديقي، لأنه 100% سوف تنزل هذه المقايضة. كذلك يا شباب 100% سوف ترتفع الأسعار، لذلك خليك معي ذكي يا صديقي. أهم شيء يا شباب هو أن المقايضة 96 و97 سوف تنزل معنا غدا، المقايضة 93 و94 نزلت معنا أو سوف تنتهي اليوم. بالتالي سوف نزيل كلا المقايضتين، بالتالي تبقى معنا مقايضتين. المقايضة الأولى هي المقايضة 88 والمقايضة الثانية هي المقايضة 95. بالتالي كلا المقايضتين هما المقايضتين القادمتين، لكن الترتبية من الأول ومن الثاني لا أحد يعلم. بالتالي أنصحكم يا شباب اشتروا اللاعبين، احتفظوا بهم، غدا سوف تكون المقايضة. سوف نحاول بيع النسخ التي معنا، حتى أنا أفكر يعني بأن أبيع النسخ الآن، لكن والله يعني سوف أحاول الانتظار حتى غد يا شباب ثم أقوم ببيعها بمجرد أن ترتفع الأسعار لكي أستطيع القيام بالمقايضة 95 يا شباب. لذلك هذا كل ما كان يتعلق بهذا الفيديو يا شباب. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم على المشاهدة.